السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل من تركيا. سيتوجه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بروكسل لحضور القمة الاستثنائية لقادة الناتو التي ستعقد في 24 مارس. يتابع الناتو عن كثب الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات في المنطقة، حيث التقى قادة التحالف لأول مرة مرئيا في 25 فبراير لتقييم العملية، والآن سوف يجتمعون في بروكسل. كان الرئيس رجب طيب أردوغان على اتصال مستمر بقادة الدول الأعضاء في الناتو والأمين العام في الحركة الدبلوماسية، وأجرى العديد من المقابلات عبر الهاتف. وسيكون أردوغان في بلجيكا يوم 23 و24 آذار مارس مع الوفد المرافق له، وسيحضر القمة الاستثنائية لقادة الناتو في بروكسل، وسيشرح موقف تركيا من الأزمة الروسية الأوكرانية لقادة الناتو، وسيؤكد المبادرات الدبلوماسية له ولطاقمه لضمان وقف اطلاق النار بين البلدين، وسيركز على مقترحات الحل التي تطرحها أنقرة. وفي القمة ستبادل قادة الناتو وجهات النظر حول ما حدث بين روسيا وأوكرانيا وما يجب القيام به بعد ذلك، وسيناقش خطوات تعزيز دفاع وردع الحلف. وسيحضر القمة زعماء من بينهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كما سيعقد الرئيس أردوغان اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات الذين سيحضرون قمة الناتو.